أحمد أبو حماد، وإحنا رح نرجع لكم بفقرتنا القادمة اللي رح نحكي فيها عن جهد بيقوموا فيه شباب متطوعين وفنانين في إربد في الشمال. هدول الشباب جاي مندوب عنهم محمد سمور، وهو يعني اللي أسس هذه المبادرة اسمها مترو فناني المدينة في الشمال، ورح إن شاء الله تتوسع بإذن الله لكل المناطق في المملكة. وأيضا مؤمن ملكاوي هو عنده مبادرة انبثقت من مترو فناني المدينة اسمها ميديا آرت، أليس كذلك؟ اسمها هي معرض سينما الفردوس إن شاء الله. هلأ رح نحكي عنها ورح نحكي عن جهودكم بهاي المدينة بالشمال بإربد وكثير من الفعاليات اللي عم تشتغلوا عليها. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. أهلا محمد ومؤمن، صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بنحييكم على الحس الوطني صح لإحياء الفن ودور السينما حتى اللي كنا عم نحكي تحت الهواء بإربد. فعرفونا أكثر على هذا المشروع اللي بتشتغلوا عليه. مشروع مترو فناني المدينة هو مشروع بلش العام الماضي، هو أحد مشاريع شبكة ميدي آرتس للفنانين. كان الفكرة الرئيسية منه أنه بنحاول نبني سبل التواصل بين الفنانين المحليين الموجودين داخل مدينة إربد وتوصيلهم مع الفنانين المختصين في سواء كان في مدينة عمان أو مختلف مناطق الأردن أو حتى في مناطق الشرق الأوسط بالعالم. فالفكرة الرئيسية كانت أنه بنحاول نبني هذا المجتمع ونحاول نطور نوعية وجودة الفن المقدم داخل هاي المدن. هذا الفن برضه بيدعم قضايا مجتمعية، فاحنا صرنا نركز برضه على الفنانين وايش القضايا المجتمعيه والقضايا الموجوده داخل المجتمع الاردني بنحاول نحلها من خلال هذا الفن اللي بنقدمه. فعشان هيك بلشنا المشروع في العام الماضي، كان بركز على مجموعه من الفنانين كانوا من بينهم مصورين. هاي السنه بلشنا بسكوب اكبر، بنحاول نركز اكثر من قضايا. فقضيه الفردوس المنسي او قضيه سينما الفردوس كانت من القضايا اللي احنا ركزنا فيها، هي الموروث الثقافي الموجود في المدن الاردنيه. مدينه اربد من المدن اللي قاعد الموروث تاعها بيختفي للاسف، والعصر الذهبي اللي كان موجود في الخمسينات والستينات والسبعينات قاعد بيروح. واخر الاشياء اللي راحت هي سينما الفردوس الاقدم سينما في مدينه اربد، اخر معلم له علاقه على قلب السينما في بدايه هذا العام. فكانت الفكره انه ليش ما نركز بشكل اكبر على سينما الفردوس ونعمل معرض خاص فيها ليكون شاهد على اللي بصير وعلى اللي صار زمان. فعشان هيك كانت الفكره انه كيف ممكن نوثق هاي العمليه، كيف ممكن ندخل الفن بعمليه توثيق الموروث الحضاري الموجود عندنا، سواء كانت اشياء فنيه ثقافيه الاشياء السياحيه. فمن احلى المشاريع طلعت مع مشروع الفردوس المنسي. الفردوس المنسي اثر علي كثير، يعني محزن بد يعني. وفي فيلم صغير هلا رح نشوفه احنا والمشاهدين وانتو بتحدث عن الفردوس المنسي، خلينا نشوفه ونرجع لكم. بدي هلا ادردش مع مؤمن، وانت طالب هندسه سنه رابعه صحيح. بس دورك هون كان بالتصوير والتنسيق للفردوس المنسي، وللاسف كمان كنا عم نحكي عن سينما الجميل اللي قلتوا لي صارت مخبز. للاسف اللي هي تحولت لمخبز الان. انا بلشت الشغل مع ميدي ارس بخصوص بصفتي كمصور، يعني كنت شغال حبينا باستخدام الصور باستخدام الفن كتصوير، الفن الفوتوغرافي. حبينا نلفت الانتباه اكثر لفكره الموروث الحديث الموجود في مدينه اربد. الموروث الحديث بنحكي عن فتره الستينات والخمسينات، الفتره اللي كانت فيها اربد الفتره الذهبيه. فمن اهم الاشياء اللي لفتت انتباهنا يعني كطلاب عماره وهندسه مدنيه برضه من التكنولوجيا، انه فكره اللي هي دور السينما قديش كان لها وزن وقديش كان لها دور في وسط البلد ايام زمان.
فاحنا حبينا نلفت الانتباه اكثر لهذا الشيء قبل ما تنهد سينما الفردوس اللي هي كانت مثلاً. اخر سينما متبقيه في الفردوس المفقود هلا صار الفردوس المنسي كان منسي وصار مفقود حاليا للاسف تحول لكراج سيارات يعني انت عندك معلم ثقافي مهم جدا بالنسبه لسكان المدينه شكل عنصر مهم في تاريخ وذاكره اهل المدينه طبعا تحول لكراج للاسف يعني فاحنا دوركم يعني انتم كشباب ومن خلال هاي المبادرات كيف ممكن هل ممكن ننقذ يعني ما تبقى احنا كنا شغالين على السينما من اكثر من سنه من طالب وانا كنت بفوت اكثر من فتره فتت جوا السينما وصورت وكونت عندي ارشيف صور لسينما على الاقل التقط بعض الصور بالضبط على الاقل توثيق بصري اذا ما بنقدر نحافظ على نفس الشيء قدرنا نوصل لنقطه مع اللي هي بلديه اربد انه مشكورين بلديه اربد انه حطوا مبنى السينما الفردوس حطوه ضمن الخطه لتطوير وسط مدينه اربد بس للاسف انه بس صارت الخطوه هاي السينما ملكيه خاصه فصاحب السينما خاف وهد السينما هو المفروض يعني هي قصه شوي متشابكه انا بس بدي احكي قصه بجوز انتم شباب مطلعين عليها او قد لا تكونوا مطلعين عليها انا بعمل كنت بجري لقاء مع احد رجالات اربد من آل خريس بيقول لي اربد من الثلاثينات كان فيها دار سينما صغيره فيها مولد كهرباء وبيعرضوا افلام سينما الزهراء يعني. والمدهش والمعلومه الرائعه انه اهل اربد مدوا كهرباء لبيوتهم من مولد دار السينما صحيح. يعني علاقه اربد بالسينما لهالدرجه قديمه وحلوه وجدانيه يعني احنا ضوينا هالمدينه من السينما السينما فالموضوع مش هيك يعني مش موضوع عشوائي ولا موضوع انه ما بيرتبط باهل المدينه يرتبط بهم منذ زمن بعيد انا بجوز السؤال هلا انتم مجموعه من الفنانين وعم تشتغلوا قلت لي على قضايا مجتمعيه بالاضافه لهالاماكن الموروث الحديث زي ما حكى مؤمن شو هي اهم القضايا اللي عم تشتغلوا عليها الان في مدينه اربد حاليا في مدينه اربد كثير بنركز على الفنان المهمش الموجود داخل المدينه نعم يعني خلال بدايه المشروع اطلقنا طلبات لاي حدا حاب يكون ضمن الشبكه شبكه ميدي ارت وحاب يكون جزء من المشروع التطوير اللي بنعمله فاطلقنا 400 طلب 400 شخص موجود داخل مدينه اربد حاب يكون جزء من هاي الشبكه وحاب يعرض فنه فاحنا قاعدين بنركز على الفنان المهمش موجود داخل المدن الاردنيه بالنسبه للقضايا المجتمعيه قاعدين بنركز على قضايا موجوده حتى بالشباب دخلنا بقضايا النزاعات الموجوده بالمجتمعات قضايا العنصريه دخلنا بقضايا الموروث الثقافي والبيوت الثقافيه الموجوده يعني في عندنا حسب المشروع اللي بنقدمه عندنا اكثر من مشروع بداخل الشبكه كل مشروع بركز على قضيه معينه في عندنا مثلا مشروع مسرحي بركز فيه على كل القضايا المجتمعيه المختصه بالمشاكل العائليه الاسره حتى التسرب من المدارس المشاكل الجامعيه العنف الجامعي فعندنا اكثر من قضيه مركز عليها بالاضافه من خلال هي الفكره من خلال الفنون ايوه اكيد فاحنا من قاعدين كل مره بنطلع مشروع جديد بفكره جديده من خلال فنان موجود من ضمن الشبكه هو بيطرح لنا الفكره بالضبط انه بيحكي لنا حاب نعمل هيك واحنا بنوفر له دعم لوجستي دعم مادي بغض النظر عن طبيعه الدعم بس بنحاول نكون جزء من هذا المشروع التطويري كيف احنا ممكن نشتغل مع بعض عشان نبرز هاي القضيه من خلال الفن جميل يعني احنا بنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بهذا المشروع شكرا وان شاء الله فعلا نحقق الهدف المرجو منه نعم ان شاء الله يا رب شكرا شكرا لك محمد ومؤمن شكرا جزيلا وسهلا فيكم رحتوا على السودان حدا فيكم راح السودان سمر لا والله على مصر قريبه بس على السودان بدنا نروح هلا خلينا نروح احنا وانتم والمشاهدين على السودان من خلال هذا التقرير اللي عمله احمد ابو حماد من خلال زيارته للسودان الاسبوع الماضي ونرجع لاستكمال اخر فقره معنا بالاستوديو